ما بقيتش كنضحك بسبب هذوك المشاكل اللي دازوا عليا، ولات كتبان لي الدنيا كلها ظلام في وجهي. المشاكل اللي دازوا عليا بالزواج ديالي، واللي طلقت الراجل ديالي ما عقلش عليا، ما كيعطيني حتى درهم ولا حتى شي 10 باش غادي نصرف على ولادي، ما كنلقاش ما نعطيهم، لدرجه ولدي ولا كيقول لي كنت كنصحى براسي ما عنديش بابا، دابا حتى ماما ما عنديش، حيت اللي كيطلبها من عندي ديما كنقول ليه انا ما عنديش، انا ما قادش نعطيك هذه الحاجه، يلا كنقدر باش نصرف باش نوكلو باش غنلبسو باش غادي نشري ليه الحوايج وداك الشيء، ما مفتقاش ديالي وما خدامش شي خدمه اللي غادي ناخذ ليه داك الشيء اللي بغا. والديا تفارقوا مني انا كنت باقيه صغيره، امي في جهه والوالد ديالي تزوج، وانا بقيت عرضه للضياع في الزنقه. صافي عشت في الزنقه، حياتي كامله في الزنقه، كنبات في الزنقه، كنتعرض شحال من حاجه خايبه، شحال من واحد كيبغي يتعدى عليا، صافي بزاف د الحوايج. لا انا والدريه، دابا الدريه ولات كتهرب من خالها حقاش كيبغي يتعدى عليها، ولات كتجي عندي للزنقه. الدري خرج حتى هويا دابا هاد الايامات هادو، خرج حتى هويا ولا دابا شي 3 ايام بات ليا برا، لا ما كيباتش معايا، كيمشي بات مع الولاد، وانا خايفه عليه لي يتعرض لشي حاجه ديك اللي تعرضت لها انايا. حسيت براسي تشتت وبغيت عائلتي ولادي يتجمعوا معايا. رياض العمر قال لي شي خدمه، والحمد لله فرحت ولا عندي امل جديد، حتى هي عطاتني شويه الروح من جديد. لقيت الدعم وفرحت بزاف، ولقيت عائلتي وخوتي وحبابي اللي كنت ضايعين مني شحال هادي، كنت ديما كنقول ما عندي حتى واحد في الدنيا، انا ويا نغير حياتي، بغيت نصلي وبغيت نخدم على ولادي ونشوفهم ضاحكين. اليوم حنا طلقنا ليلة بيضاء اللي هي للتضامن مع الاشخاص في وضعية الشارع، والاشخاص في وضعية الشارع ما يخفاش عليكم على انها وضعية جد 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 معقدة، اللي بنفس الوقت كتشمل الطفل القاصر، الطفل الصغير اللي كيلقى راسو كيعيش في وضعية الشارع، لهذاك الرجل المسن، لهذيك الام العازبة، يعني اليوم مجموعة ديال الناس اللي كنلقاوهم كيتحطوا في نفس الوضعية. فبغينا من اول يعني شي تكلموا معهم، تقربوا منهم، تصنتوا لهم، علاش؟ لانه المغاربه اليوم خصهم يغيروا من النظره ديالهم لهذه الفئه ولهذه الشريحه من المغاربه. كنامنوا لانه اي واحد فينا ممكن يطيح ويعاود ينوض، المطبات في الحياه ما اكثرها، ولكن المشكل هو تلقى شخص اللي بدون اي حكم قيمه، بدون اي مصلحه، كيمد لك يد المساعده وفقط كيتصنت لك وكيحترمك وما كيخافش منك، وكيقول لك ممكن دير شي حاجه، ممكن تشد زمام الامور، ممكن تغير حياتك، انت قادر، وكيامن بك، ماشي كيزيد يعمق الجرح ديالك والوضعيه ديالك. انا كنسلط الضوء بهاد الليله هذه التضامنيه اللي انطلقات منذ الساعه 6 مساء وغتبقى حتى للجوج ديال الليل، نسلط الضوء ربما ندغدغ بعض العواطف، نستشف ناس اللي تمد يد المساعده، كما استضفنا كذلك ناس ديال الاجهزه ديال الدوله، من رجال الامن ومن وزاره اللي هي مختصه، ومن تعاون وطني، ومن اسعاف وتضامن اجتماعي الى غير ذلك. استضفنا كذلك بعض الفنانين باش نديروا شويه المليحه باش الناس تتفاعل مع هذا الحدث التاريخي الكبير اللي كتنظموا راديو اصوات. احنا اليوم متضامنين كل التضامن مع البادره الطيبه اللي لفته جميله للناس اللي محتاجين نساعدهم، ويكونوا محتاجين عن جد. يعني في ناس بيكونوا مرقوا بظروف بالحياه اعطتهم درس انهم يفهموا معنى الفرصه. احنا عندنا شغله تعلمناها نحن وصغار، بس بدك تساعد واحد حتى ان كان جوعان، مش مهم تطعميه سمك اليوم وياكلها وبكره يجوع، علمه كيف يتصيد بالسناره كل يوم وهو يطلع السمك تبعه وكرامته محفوظه. فنحن اليوم وصلنا لرساله كثير مهمه، انه فيك تشتغلي وتحافظي على كرامتك وتكبري، يعني حتى باي بوست فتي فيه ممكن انك تكبري وتزيدي وتزيدي وتزيدي، ما بتخلص الدنيا بمطرح. البادره اللي نظموا راديو اصوات ممتازه باش يسلطوا الضوء على هذه الظاهره. الزنقه الناس اللي ولاو عايشين فيها كثروا بزاف، الاعداد ديالهم كتزايد بواحد الشكل مخيف، وكاينين الاعمار كلهم، لا اطفال لا شباب لا شيوخ لا نساء، وتلمون قواو تلمون كثروا، ولينا حنا كمواطنين كيجينا عادي
لقاو راجل كبير نعس في الزنقة ولا لقاو ولد صغير بوحده في الزنقة، وهذه هادشي ماشي عادي، وما خصناش نشوفوه ويولي يجينا عادي.